أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة طلقها زوجها بقصد حرمانها من الميراث، فهل تعتد عدة طلاق أم عدة وفاة؟ الطلاق العدة ما فيها إشكال أنها تعتد للطلاق، لكن إذا كان طلقها قبل الوفاة تعتد عدة طلاق، تعتد عدة طلاق. وأما الكلام في الميراث هل تحرم من الميراث أو لا تحرم، هذا يرجع فيه إلى القاضي ينظر في الأمور والملابسات. نعم.